خلينا نكون متفقين ان الامور واخده منحنى خطير جدا في العلاقه ما بين النادي الاهلي، احد اكبر اكبر القلاع الرياضيه، والمسؤولين في الدوله. لازم يكون في توضيح وتبرير لسبب الهجوم المستمر على مجلس اداره النادي الاهلي والتعنت في اجراء جمعيه عموميه على يومين. يعني طالما الدوله او الممثله في وزاره الشباب والرياضه اعطت للمجلس اداره الحريه في اداره امور النادي، يبقى من حقه يعمل جمعيه عموميه وفق رؤيته، يومين ثلاثة أسبوع، وفق ما يراه مناسب لما يتناسب مع أعضاء النادي الأهلي. لأن طالما أنا بقدم لائحة استرشادية للنادي الأهلي، لازم أدي الأعضاء فرصة أن هم يشوفوها ويقروها من خلال رؤيتهم وقناعاتهم الشخصية وليس لأهواء. الأمور في الدولة محتاجة توضيح من المسؤولين، لأن المهندس هشام حطب بدأ بصفة رئيس لجنة الأولمبية بدأ يتدخل بشكل مفزع ومفجع للرياضة المصرية. لازم يكون في دور أكبر للجنة الأولمبية، هي تكون رقيب وليس ملزم بأي قرارات. النادي الأهلي أنا شايف أنه هو قدم لائحة، يعني أنا طلعت على بنودها، لائحة منظمة تتناسب مع الرياضة المصرية، تتناسب مع الرياضة الحديثة، تتناسب مع ما نتمناه في الرياضة، بتمتلك بنود مهمة جدا أهمها الحفاظ على حق العضو في اختيار من يراه مناسبا، اختيار من يراه يستطيع تحقيق إنجازاته. لكن الأمور في النادي الأهلي محتاجة اتخاذ قوة في القرار. الجمعية العمومية على يومين، رجوع النادي الأهلي في قرار الجمعية العمومية ان هي تكون على يوم واحد لن يكون في صالح النادي الاهلي. اتمنى الامور تكون بيسر للنادي الاهلي. شكرا. مستمرين معاكم زي ما نقول طبعا كل مشاهدينا ومضمنين دلوقتي اكيد الناقد الرياضي بفيتو ابو علي. طبعا برحب بيك في البدايه، وعايز اخد انطباعك النهارده طبعا بعد كلام مهندس محمود طاهر، تصريحات كبيره جدا ويمكن يفسر امور كتيره جدا بالنسبه للائحه الاسترشاديه واللائحه الخاصه بالنادي الاهلي. قول لي تابعت المؤتمر النهارده ازاي، وابرز الامور والنقاط اللي انت استشفيتها المهندس محمود طاهر؟ بص كريم، طبعا انا برحب بيك وزميل عزيز ومراسل متالق. اللي لافت للنظر النهارده او يعني وجهه نظري كان لازم يتقال ان يعني مش النادي الاهلي اللي حد يفرض عليه لائحته، ومش اعضاء النادي الاهلي اللي يتفرض عليهم لائحه معينه. ما ينفعش يبقى رئيس النادي الاهلي هربان من التجنيد زي ما بيتقال، في شروط كده وحاجات الباشمهندس محمود اتكلم فيها. انا شايف ان اي اهلاوي غيور على ناديه واي اهلاوي محب لناديه يستحيل ان هو يقبل بحاجه زي كده. ما ينفعش يبقى رئيس النادي الاهلي معاه مؤهل متوسط. النادي الاهلي اللي بيؤهل ابطال وبيطلع يعني زي ما بيقولوا نجوم ورياضيين في كل منتخبات الرياضه المصريه، يبقى الرئيس بتاعه بيمتلك يعني او لا يمتلك مؤهل ان هو يطلع النجوم دي. ما ينفعش يبقى رئيس النادي الاهلي مش مصر الجنسيه. فاللائحه الاستشهاديه للاسف فيها بنود كتيره جدا، يعني ما ينفعش ان هي تبقى موجوده في نادي بحجم النادي الاهلي. ما ينفعش النادي الاهلي مع كامل احترامي للانديه الصغيره لائحته تبقى يعني هي لائحه نادي حجمه صغير او نادي باعضاء جمعيته العموميه صغيره او ملوش الاسم او الباع اللي موجود عند النادي الاهلي. كلام كتير قوي يعني اثير الفتره اللي فاتت وبلبله على بند الثمان سنين، وان في اقصاء لبعض الرموز وبعض الاسماء الكبيره. اتضح النهارده او اتضح للناس كلها ان الكلام ده مش موجود. الباشمهندس محمود يعني ظهر عليه التاثر وبيتكلم بيقول يا جماعه احنا مش ما بنقصيش حد، واحنا مش مجلس متامر. الناس اللي بتحاول تعمل بلبله دي هي اللي متامره، وانا انا موافقه للكلام ده، لان فعلا الفتره اللي فاتت لغط كتير قوي وكلام كتير قوي زعل جماهير النادي الاهلي وزعل اعضاء الجمعيه العموميه، واثار يعني حاله من السخط العام بسبب ما اثير. لكن فوجئنا النهارده وكلنا اطلعنا على اللائحه واستلمناها قبل الاجتماع، ان اللائحه ما فيهاش كل البنود اللي اتقالت، ما فيهاش اقصاء لحد، ما فيهاش بند الثمان سنين، ما فيهاش الكلام الكتير اللي اتقال ده. فالمؤتمر النهارده كان مهم جدا، وكان يعني انا حتى حرصت ان انا اسال سؤال في ظل حاله التعنت الموجوده من اللجنه الاولمبيه ضد النادي الاهلي والاصرار على وجود 12500 عضو. يعني انا سؤال بس، هل النادي الاهلي يعني بمكانه هنا في الجزيره احنا عارفين الساعه مش كبيره هيستحمل وجود 12500 عضو؟ يمكن انت يعني موجود في النادي هنا معانا وعارف النادي في شم النسيم او في الاعياد بيبقى موجود مثلا ممكن يكون موجود فيه 10000 عضو او 5000 عضو، الناس ما بتلاقيش مكان تقعد فيه، بيبقى في حاله من الزحمه الكبيره جدا، وبيجيبوا كراسي من بره وبيبقى فيه مساعدات خارجيه والناس بتبقى تعبانه. فما بالك انت 12500 عضو يبقوا موجودين، غير العمال اللي موجودين، غير الخدمات، غير المطاعم اللي موجوده، اللي موجودين في المكان من الصبح لحد الساعه 7 لحد يعني غلق باب التصويت. فانا عايز اي عائل يتخيل المنظر في النادي يبقى عامل ازاي. فانا شايف ان مفيش مانع خالص ان يتعمل تصويت هنا في الجزيره، وتاني يوم يبقى في تصويت في مدينه نصر. مفيش اي سند او بند قانوني يمنع الكلام ده.
فانا شايفه يعني حاجه يعني، وزي ما بيقولوا دي جمعيه العموميه النادي الاهلي، وهي اللي تحدد مصيرها وهي اللي تحدد اللائحه بتاعتها. قبل ما يبقى في لجنه اولمبيه وقبل ما يبقى في اتحادات وقبل ما يبقى في اي حاجه خالص، كان في لائحه للنادي الاهلي من 1907، النادي الوحيد اللي كان عنده لائحه ثابته والناس كلها مقره اللي موجود فيها. فما ينفعش بعد يعني العمر ده كله بعد السنين النادي الاهلي يتفرض عليه لائحه معينه ويكون فيها تعنت من 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 قبل اللجنه الاولمبيه بقرارات يعني ما يعني ما مع احترامي قرارات يعني لا تعقل، يعني ما حدش يعقلها وما حدش يتصورها ان انا افرض 12000 ونص عضو يبقوا موجودين دي عشان خاطر الصوت. وانا شايف الموضوع صعب جدا، الانتخابات نفسها بتهالي ما بيجيش فيها العدد الكبير ده. شكرا جدا يا معلم. مستمرين معاكم طبعا ومن ضمننا اكيد دلوقتي الناقد الرياضي الاستاذ محمد اللهوني. طبعا عايز اكلمك على اللائحه الاسترشاديه، لائحه النادي الاهلي، لغط كبير هنا كلام هنا كلام. شفت النهارده المؤتمر، يمكن المهندس محمود طاهر زي ما قلنا شرح باستفاضه امور كتير جدا. ايه اللي انت لفت نظرك النهارده؟ ايه اللي لمسته النهارده من كلام المهندس محمود طاهر؟ وانت كمان يعني بتكتب على الموضوع ده ازاي من وجهه نظرك؟ والله هو المؤتمر مهم في وقت مهم جدا قبل الجمعيه العموميه الخاصه بمناقشه اللائحه اللي هيضعها النادي. مش جديد على النادي الاهلي ان هو يحط لوائحه، ومش جديد على النادي الاهلي ان هو يطرح قوانين كمان. النادي الاهلي طول عمره سباق في النقطه دي، ويمكن الباشمهندس طرح فكره، طرح نقطه مهمه جدا. النادي الاهلي اصدر لائحته الخاصه عام 1907 قبل انشاء اللجنه الاولمبيه 1910، فبالتالي كان من العيب ان اللجنه الاولمبيه او قبلها وزاره الرياضه تصدر قانون او تصدر لائحه استرشاديه بدون الرجوع للنادي الاهلي. ده مش تمييز للنادي الاهلي، ده حق طبيعي، لان النادي الاهلي ده من اكبر الانديه في مصر وفي افريقيا وكل الناس بتعرف كده يعني. النقاط اللي الراجل ضحى النهارده باشمهندس اتكلم في كذا نقطه مهمه جدا انا شايفها توضحت اللغط، عشان بس ما حدش يطلع يزاد على المجلس الحالي وعلى النادي الاهلي عموما. ما ينفعش ان النادي الاهلي يطلع تقول لي ان في مؤامرات وفي اقصاء وفي ناس تم استبعادها، وللاسف البعض ممن يروجوا هذا الكلام لبسوا تيشيرت النادي، وده حاجه من العيب يعني ان ده يحصل من النادي الاهلي ومن ولاد النادي الاهلي. ولاد النادي الاهلي عمرهم ما كانوا بيعملوا كده، ويمكن اللي يعني اللي بيروج لهذا الكلام عليه ان يخرج بقى للجماهير يعتذر عما روجوا النادي الاهلي وجماهيره بشكل خاطئ وشوه صوره النادي. من وجهه نظر النادي الاهلي اكبر من اي حد من ابنائه، وده الشعار اللي كل الناس بتتكلم عليه، سواء الاعضاء او سواء حتى الجماهير اللي بره. اتصلت اي حد في الشارع هيقول لك الاهلي فوق الجميع. شكرا. كل الشكر طبعا لنخادنا الرياضيين الكبار الاستاذ محمد العدل، اللواء محمود احمد علي. الامور يمكن كانت هنا صريحه جدا مع المهندس محمود طاهر، شرح باستفاضه كبيره جدا اللائحه الاسترشاديه الخاصه باللجنه الاولمبيه ولائحه النادي الاهلي. كل توفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لاختيار اللائحه الخاصه به في الفتره القادمه. اغسطس ان شاء الله يوم 25 هيكون في التصويت على اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي، وان شاء الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في اختيار اللائحه الخاصه بالجمعيه العموميه.